النجم تامر حسني نزل على السوشيال ميديا إعلان لفيلمه الجديد اللي اسمه مش أنا. الفيلم بطولة فنانين كتير زي الفنان ماجد الكدواني والفنانة حلا شيحة والفنانة سوسن بدر والفنان حجاج عبد العظيم وتأليف تامر حسني نفسه وإخراج سارة وفي. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي. نجوم أغاني التسعينات عملوا مفاجأة كبيرة جداً لجمهورهم، الفنان حميد الشاعري والفنان هشام عباس والفنان مصطفى قمر والفنان إيهاب توفيق نزلوا كلهم مع بعض أغنية جديدة اسمها زحمة الأيام. بصراحة الأغنية حلوة جداً ووصلت لأكتر من 2 مليون فيوز في 3 أيام بس.